صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المؤمن العربي أو المؤمن الهاشمي خير من المؤمن غير العربي؟ بالنسبة للجنس، جنس العرب أفضل من جنس العجم، أما بالنسبة للأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من آلاف من العرب. ما ظنكم بسلمان رضي الله عنه وبلال وصهيب؟ ما ظنكم بالبخاري رحمه الله، أبي حنيفة؟ هذا لا عاجم أصلا، سيبويه هذا أصله من العجم، لكن من الله عليهم بالإيمان والعلم فبرزوا في ذلك وفاقوا على كثير من العرب. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم.